ولدي ولدي مسوي حارس نايم بالمستشفى، وانت تروحي تشوفه مع شغالتي يا ممدوح؟ شغالتي تزور ابني وانا تتركني نايمه؟ اوه وش صار يعني؟ خلاص هذا انت زرتيه وطمنتي عليه، وش صار؟ ما هو موضوعنا هذا. ليش تركتني نايمه؟ ليش ما خلتني اروح معك؟ يعني ما انت حاسه؟ ما انت عارفه؟ وش اعرف؟ كنت قاعده اصحي فيك اكثر من نص ساعه وانت ما انت حاسه. اصحي فيك وانا ماني داري اذا الولد حي ولا ميت. اصحي فيك وانا قلبي قاعد يتقطع. اصحي فيك وانا قاعد افكر الولد يموت في المستشفى وامه نايمه. انا يا ممدوح؟ ايه انت اجل جدتي، حتى ما كلفتي خاطرك تناظريني. كنت كل ما اصحيكي تسحبين الغطا وتسحبين مره ثانيه وتنامين. وش الكلام الفاضي هذا؟ شفتي انت حتى الاحساس فقدتيه، ما عاد تحسين فيني ولا تحسين بعيالك ولا تحسين بالبيت ولا تدري عن شيء، بس نوم ليل نهار، واذا صحيتي واتساب ولا تويتر قصدك انك مراهقه. ممدوح انا ما اسمح لك. تسمحين ولا ما تسمحين؟ اساسا ما تقدرين تسمحين بشيء، انت صرتي خلاص عايشه في عالم ثاني ما هو عالمنا، بس تصحين تاكلين تشربين تنامين. طيب ليه تاخذ الشغاله؟ لانها كانت صاحيه وانا كنت في حاله ما يعرف فيها الا رب العالمين، كنت متوتر وخايف. تخيل لو كان الولد لا سمح الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.